عن تكريم الدولة ليكي كده والمحافظة النهاردة بشكل خاص. فخورة جدا والله باللي عملوه ده، وانا فخورة بكل حاجة والله اللي حصل. حسيتي بإيه لما عبد الله رجع له حقه وأجهزة الدولة كلها اتحركت في أقل من ساعتين والكمسار اتعاقب؟ كان إيه إحساسك وإيه شعورك ساعتها؟ أقول الدنيا بخير والبلد دايما هتبقى في أمان إن شاء الله، طول ما في الناس أمثالهم كده يعني وقفوا جنب الحق وجابوا حق ابني والحمد لله.